السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خويا نقدم لكم الوحداني عبد الرحمن. أنا راني دوزت تقريبا 32 عام في السوق ديال الكوكي، وعام على عام حنا كنتكربصوا في هذا السوق، مكربصة لنا سلعتنا وحنا مكربصين وما تمنيناش نبقاو نعيشوا في هذه المرحلة بحكو تحت من هذه العشوائية. كنتمناو من المسؤولين الله يجازيهم بخير يتعاونوا معنا وبين هذا المشروع باش يكمل، باش نتا حنا نمشوا ندخلوا المشروع ديالنا ونحيدوا من هذا العش اللي رحنا فيه، ما بقيناش حاملين نعيشوا في هذه الوضعية هذه. الله يجازيكم بخير، وكنشكروا السيد الوالي الله يجزيه بخير معاون معنا واقف على المشروع، وكنشكروا الجمعيه ديالنا جمعيه النور حتى هي راه واقفه معنا ومعاونه معنا مزيان، وما كتفوتناش اي طلب طلبناه منها كتلبيه لنا الله يجزيهم بخير ولا كثر خيرهم. دائما اخويا مهدد بالحريق، دائما حنا كنطفوا العافيه، كاين مره كتنوض العافيه، حنا كنتحملوا المسؤوليه ديالها وكنوضوا نجروا ونخلوا سلعتنا ونوجدوا الماء ونطوى، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، خلي العافيه ديال اللي كتحرق وكدير لنا سلعتنا كامله. اش غنقول لك، راه تقريبا ربعات المرات دابا هو كيتحرق السوق وشي سلعه كثيره، كاين اللي مشات ليه جوج الملايير، كاين خمسة الملايير، كاين اللي 10 الملايير، كاين اللي بوبري الله كيتقدس السلعه ديال العواشر جابها حتى جات العافيه دات كل شيء، ما بقى ليه الله الله ما بقى ليه حتى شي حاجه باش يعيش ولادو اللي ودابا ديما حنا مهددين بالحريق، ديما لحد الان مهددين بالحريق، لانه ما كاين حتى شي حاجه كتحمينا في السوق. عندنا بيشان كطير العافيه، كطير بونتا كيلوح، لانه حنا ما عندناش، ما نقدروش نحكموا على شي واحد كيحرق، داك الشيء ما كنعرفوش حنا منين كيجي صراحه. قال ما كنظلموا حتى شي واحد، هذاك الشيء رغم ما حنا كنعيشوا في العشوائي، رغم حنا مهددين للعافيه، ما نظلموش شي واحد نقولوا حنا راه هذا الشيء راه مهدد، راه غاب وانت راه غا شي حاجه بسيطه كتشعل لنا عافيه في السوق. وكنطلبوا من المسؤولين الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم، الله يخطيهم علينا، السلطه راه كتحمينا ليلا ونهارا، يعني بكل صراحه، وجمعيه نور خدامه معنا بكل صراحه، ما نساوش خيرها، خدامه معنا واقفه معنا معنى الكلمه، الله يكثر خيرهم. وانتوما جيتوا وقفتوا معنا ودرتوا لنا التصريح ديالنا، الله يكثر خيركم الله يجازيكم بخير. الاسم ديالي عوض الورد الوحداني في السوق ديال الكوكي، كنطلبوا من المسؤولين الله يرحم الوالدين يعاونونا باش يكمل هذا المشروع، باش الله يرحم الوالدين، حنا كنتكرفسوا كل عام كتحرق لنا السلعه ديالنا، كل عام كتضيع علينا السلعه ديالنا، كيتكرفسوا هاد الناس بزاف وبزاف، شي ربعه المرات بحال هكا، كل عام كتضيع 6 الملايين، راك عارف شتي المحل عامر سلع، كل عام اخويا كنتحرقوا، انت شتي السلعه سلحان وترى عامر بالسلعه، كل عام كيتكرفسوا هاد الناس وبين الله يرحم الوالدين حتى، وكنتعوضوا واحد المره مره واحده فهمتي، شي شويه كيعاونونا، عاونونا والمسؤولين والله يرحم الوالدين. كنتمنوا من هاد السوق اخويا هاد المشروع هذا يندمج يكمل الله يرحم الوالدين وبينا ندخلوا لهاد السوق، ما نبقاوش نتكرفسوا هنايا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.